بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وباسمه نستعين. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأعزاء، أينما كنتم تتواصل أشواط الإثارة وأشواط التحدي، أشواط ملتهبة، أشواط ساخنة. على بركة الله وتوفيقه إذن انطلق مشاهدين الكرام الشلفة، شوط قوي جدا، يعتبر من الأشواط الهامة في هذه الأمسية، شوط الجذاع البكار، حيث بدأ التمايز في يوم التمايز، حيث كان التحدي وما يزال هنا في ميدان التحدي. الله الله الله، 10 أسماء كلها تبحث عن الشلفة الفضية، تبحث عن الجائزة الكبرى، 700,000 ريال قطري، في انتظار المتوج والمنتصر بالمركز الأول. مقدمة الشوط، الله يا اللورد، هذه الفارقة انطلقت في المركز الأول لتكون فارقة بهذا التقدم بقيادة سعيد بن صالح بن سعيد العيد. بينما أرى المركز الثاني، هناك تغاريد بدأت تغرد على مقدمة الشوط بقيادة شعار الجريان شعيل بن حمد بن خليفة العطية، بدأ الآن ينطلق في المركز الأول بشعاره المبدع. المركز الثاني الفارقة، أما المركز الثالث نرى نتعرف على ابتسامة، يا سلام، هذه ابتسامة العيدة، أحد الأسماء القوية المرشحة صاحبة الشلفة هنا في ميدان التحدي في المهرجان الأغلى على قلوبنا جميعا، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. ابتسامة إذن تتحرك في المركز الثالث. الله يا اللورد، شو منقول عنك يا اللورد، ماذا تركت وماذا أبقيت؟ هذا هو اللورد، يقدم ابتسامة، يقدم الفارقة لتكون الابتسامة ابتسامة فارقة على مقدمة الشوط. الشعار السيلاوي يبسط سيطرته على مجريات الشوط، يضرب بيد من حديد على المقدمة. المركز الثالث تغريد أو تغريد لحم لي أو المركز الثالث اسمها انتفاضة لشعيل بن حمد بن خليفة العطية. وفي المركز الرابع أتابع مثايل، وصلت مثايل الآن، خليفة بن عبد الله بن حمد العطية على المركز الرابع. بينما المركز الخامس لبرزة تصل الآن، أحمد بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا هذه المميزة في المركز الخامس. هذه النتيجة، مسافتنا هي 6 كيلومترات، وما زال اللورد هنا يحاكي المقدمة بكل واقعية، يحاكي المقدمة بكل احترافية، يتحدث بأبجديات الانتصارات. هذا هو إذن شعار الذيبة، من انتزعت السيف سيف التحدي في يوم الأمس. الصدارة إذن مع اللورد، ابتسامة صاحبة الشلفة، أحد أبرز الأسماء المرشحة لانتزاعة الرمز. ابتسامة إذن على المركز الأول صالح بن سعيد بن محمد العيدة. المركز الثاني، هنا الفارقة لسعيد بن صالح بن سعيد العيدة، وسنقول للعيدة واعزم متى شئت فالأوقات واحدة، واعزم متى شئت فالأوقات واحدة، لا الريث يدفع مقدورا ولا العجل، لا تتريث يا اللورد، ادفع الآن بكل ما تملك في سبيل الرموز، في سبيل الانتصارات. سيجد اللورد هنا الانتصار، سيجد الشلفة إن واصل هذا الإبداع. المركز الثالث، الله الله، وصل شعار المسند، شعار انتزع 13 رمزا في هذا الموسم، بما فيها سيفين كبيرين، سيف سيدي أمير البلاد المفدى مع شهاليل، وسيف الشريعة هناك في دولة الإمارات في ميدان المرموم. الله الله،
اذا المركز الثالث تتحرك الابرزة للسيد احمد بن عبد الله بن احمد المسند. الله الله الله، المسند والعيدة وجها لوجه في شوط الجذاع. الله الله، الابرزة اذا قادمة بكل قوة، ما شاء الله تبارك الرحمن، على هذا الشكل على هذا الاداء تنافس ابتسامة، تنافس الفارقة على انتزاع الشلفة في اقوى مواجهات الموسم بالنسبة لسن الجذاع. المركز الرابع تتحرك مثايل خليفة بن عبد الله بن حمد العطية. اما المركز الخامس اجد انتفاضة لشعيل بن حمد بن خليفة العطية. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الاولى المتقدمة في شوط الشلفة، شوط الجذاع البكار. ما زالت ابتسامة مبتسمة للجميع، مبتسمة لمقدمة الشوط. الفارقة ايضا تتسلل بدورها لتنتزع المركز الاول. لبرثلان تتقدم من مركز الوصافة لتحاول الانقضاض على المركز الاول. ما شاء الله كأسنان المشط تجتمع هذه الاسماء الثلاثة، ولكن ابتسامة تبتسم للميدان ويبتسم الميدان لها، تبادله الابتسام. هذه ابتسامة اذا تتقدم في المركز الاول، تبحث عن شلفة اخرى في هذا الموسم. انطلق اللورد اذا مع المركز الاول صالح بن سعيد بن محمد العيدة في المقدمة. المركز الثاني هنا المسند يتقدم مع الابرثة في ثاني المراكز، احمد بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. ثالثا اجد الفارقة لسعيد بن صالح بن سعيد بن محمد العيدة. في المركز الرابع تصل العنود لمحمد بن الصغير بن محمد بن سيف المنصوري. وفي المركز الخامس هناك تغاريد احمد بن حمد بن راشد بن سريع الكعبي. ياهو شوط، ياهو تحدي في ميدان التحدي، في مهرجان التحدي. ابتسامة اذا انطلقت ابتسامة على المركز الاول، تعتلي سدة الترتيب، تنطلق بالتفوق. معها هنا الشعار السيلاوي يختطف المقدمة. ابتسامة اذا ونذكر بلوحة الاعلان 1200 متر والعصاقوس. الدلل يا العيدة الدلل. الله 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 الله، ابتسامة ايضا على المركز الاول، بدأت تغادر، بدأت تنفرد. شعار الذيبة، شعار الشايبة، شعار الاسماء القوية يتقدم يتقدم. شعار الحريثي، ما ننساك الحريثي، ما ننساك يا حلب، ما ننساك الهلالية. ولكن يا اللورد اشاهد المسند، اشاهد شعار الشريعة، اشاهد شعار شهاليل، اشاهد شعار البعير، بعير المسند اللي في يوم الامس. الله يا دينار، يا سلام، لبرثة 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 لبرثة. الله، ويفعلها المسند، يفعلها المسند، ويتسلل المسند، ويتجاوز المسند. سلالة لهب الهبت مهرجان التحدي، الهبت الميدان، صاحبة الكاس في ميدان المرموم. مع الكاس شلفة يا المسند، مع الكاس شلفة يا المسند، ومع الخنجر ايضا شلفة. يا سلام، هذا هو شعار المسند. قدم دينار في يوم الامس، ويقدم لنا سلالة لهب، سلالة لهب. الله يا لبرثة لبرثة لبرثة. اذا تقترب من كتابة الانتصار. التاريخ، التاريخ يتحدث عن شعار المسند في هذا الموسم. سلام الخور سلام. اذا مشاهدينا الكرام، لبرثة تنتزع الشلفة. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله المسند المركز الثالث او الثاني. جاءت في ابتسامة للسيد صالح بن سعيد العيد المركز الثالث. كان مع تغاريد لأحمد بن حمد بن راشد بن سريع الكعبي المركز الرابع. مثايل لخليفة بن عبد الله بن حمد العطية المركز الخامس. الفارقة لسعيد بن صالح العيدة. مشاهدينا الكرام، إذا شوط ملتهب جدا. ألهبته لهب، سلالة لهب الغنية عن التعريف، حيث جاءت لبرثة لتنتزع الرمز، لتنتزع الشلفة في أداء استثنائي ليس له مثيل. تهانينا والناموس
لمالك هذا الشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند ولشقيقه أحمد على هذا الفوز. التوقيت الزمني 9 دقائق ثانية واحدة 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لأحمد بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الثاني جاءت في ابتسامة اللي ما قصرت وفي رصيدها بالمناسبة شلفة في مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، حفظه الله وأبقاه لنا جميعا آمين يا رب العالمين. المركز الثاني ابتسامة 9 دقائق 8 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ابتسامة صالح بن سعيد بن محمد العيدة، والتهنئة بطبيعة الحال لداعم الشعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة. أما المركز الثالث فكان مع تغاريد وتوقيتها الزمني 9 دقائق 9 ثواني و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لك يا بن سريع مالك تغاريد أحمد بن حمد بن راشد بن سريع الكعبي. بسم الله الرحمن